حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من بالأبيض. اليوم حلقتنا عن موضوع مهم وأيضا شائع بالأوساط المجتمع العراقي وأيضا شغل شاغل كل الدول المجاورة والعالمية. الابتزاز الإلكتروني، كيف ممكن السيطرة عليه؟ كيف من الممكن أعبر عن مشكلتي وأني مطمن؟ لأن احنا نتعامل بعالم رقمي، من الممكن المقابل المبتز ما نعرفه من هو كشخصية، فنحتاج كثير من التشريعات، كثير من الأمور متابعة تكون في سبيل نقدر أنه نوصل إلى شخص المبتز. لكن تختلف الجريمة الإلكترونية عن غيرها من الضحايا، ممكن الضحية الأخرى غير الابتزاز الإلكتروني من الممكن تحكي عن قصتها، تعبر، تناشد، لكن الضحية ممكن مبتزة بصورة، أشياء خاصة عندها، محادثات سرية، كلها يصير ما يقدر يحكي بيها. فلازم أكو جهات مختصة بهذا المجال حتى نقدر نتخلص من الجريمة الإلكترونية، فهو عالم جدا شائك. اليوم راح نتحدث مع الدكتور صفد الشمري عن الابتزاز الإلكتروني. حياك الله برنامج بالأبيض. حياك الله يعني أستاذ علي. حقيقة اختارينا هذا الموضوع بعد مناشدات كثيرة بأنه الابتزاز الإلكتروني ليش ما حكيتوا عليه؟ ظاهر من الممكن أكثر مشكلة تواجه المجتمع هو الابتزاز الإلكتروني. بداية تعريفك، شنو الابتزاز الإلكتروني؟ حقيقة أنا أهنئكم على اختيار هذا الموضوع الذي بات يمس كل بيوتات العراقيين. اليوم ماكو عائلة عراقية ما ممكن أن تكون مهددة في أي لحظة بأن تتعرض أحد أو يتعرض أحد أفرادها إلى جريمة الابتزاز الإلكتروني. بشكل عام، لماذا انتشر الابتزاز الإلكتروني؟ قبل أن ندخل إلى مفهوم الابتزاز الإلكتروني، بشكل عام سمة اليوم هي الجريمة الإلكترونية على مستوى العالم. واحدة نتيجة إيش هذا؟ نتيجة التعاطي الرقمي المتزايد. فبالتالي واحدة من معالم الجريمة الإلكترونية هو الابتزاز الإلكتروني. إذا الابتزاز الإلكتروني هو أحد أنماط الجريمة الإلكترونية بشكل عام. هذا جانب. جانب آخر بالنسبة لسؤال جنابك فيما يتعلق بما هو الابتزاز الإلكتروني. الابتزاز الإلكتروني هو إجبار شخص أو مجموعة أو عائلة أو مؤسسة على انتهاك سلوك معين. اللي قد يكون هذا السلوك مثلا غير اخلاقي، او قد يكون مثلا اجباره على دفع ديه مال معين كذا، حتى وان كان المطلب مشروعا. يعني شلون حتى وان كان المطلب مشروعا؟ يعني هو يبتز هذه الفتاه لاغراض انه يحصل على قبولها على الزواج. يعني الزواج شيء شرعي، لكن بانه بما الطريقة. انه هو الطريقه كانت بطريقه انه رغما عن هذا الشخص، فبالتالي انه انت حينما تجبر او تحاول ان تجبر شخص على انتهاك سلوك معين او دفع مال معين لقاء شيء معين، هو هذا الابتزاز، هو هذا الابتزاز بشكل عام. اما الابتزاز الالكتروني انه هذه الطريقه وهذه الجريمه تجري من خلال الاوعيه الرقميه، من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الموبايل، من خلال اي طريقه الكترونيه. هذا بشكل عام حتى نفهم ما هو الابتزاز الالكتروني. نعم. يعني بالتالي استهلينا الحديث عن الاجبار هو. نعم. بالتالي اليوم حقيقه كذلك الاستخدام الخاطئ، احنا كل احنا نستخدم بحياتنا اليوميه مواقع التواصل الاجتماعي، كل احنا نحب نصور، كل احنا عندنا اشياء خاصه من الممكن. سؤال يطرح من قبل اغلب الناس، كيف من الممكن اني احافظ على جهازي ما تسرب من يم المعلومات؟ بأي طريقة؟ أكو طرق أو لا؟ هو بالتأكيد هذا يقوم على مبدأ الثغرة أو يقوم على مبدأ التهكير. بشكل عام العالم الرقمي مليء بالثغرات، يعني أنت اليوم على مستوى العالم ليست هناك أي مساحة، أي جهاز، أي كذا يجري من يعني من دون أن تكون فيه ثغرة. لكن الفرق أنه لماذا تتكرر هذه الجرائم بالعراق؟ لأنه أولا ما عندنا المهارات الرقمية عند الشباب العراقي حتى يتجنب هذه الثغرات. هذا جانب. جانب آخر، ما عندك المؤسسات اللي ممكن تنمي مهارات العراقيين على هذا الاتجاه. فبالتالي كل مهاراتنا الرقمية احنا اليوم على شنو ننميها؟ ننميها على بشكل شخصي. يعني مثلا اليوم اي شخص تشوف عنده مهارة رقمية تسأله كيف نميت مهاراتك، راح يقول لك اني عندي رغبة بان انمي هذه المهارات. فبالتالي هذه الثغرات اللي تحصل من حيث المبدأ تحصل بدليل انه هناك مثلا هناك برامج مثلا تلفزيونية او حتى مثلا انشطة على مستوى العالم تقوم على مبدأ، حينما نقول فضيحة فلان او فضيحة كذا، حينما كيف تقوم على مبدأ وصول الى جهاز هذا الشخص. لكن بالنسبة لنا العراق ما يجري في الأساس هو عن طريق هذا التعامل الشخصي، اللي مثلا فتاة تبحث عن علاقة أو فتاة تبحث عن زواج أو فتاة تبحث عن عمل. هذين المرافق المهمة اللي بتكون هي من خلالها يستدرجها من الشخص المبتز، يتم استضعاف هذه الفتاة والوصول الى يعني هسه نشوف انه مثلا انه معظم حالات الابتزاز مثلا انه مثلا وعدها بالزواج، هذا واحد. اثنين مثلا انه وعدها بفرصة عمل،
فاذا تشوف يتحركون على ملفين حساسين بالعراق، الملف تاخر الزواج، الاقتصاد، وايضا والجانب الاخر عدم وجود فرص عمل. فبالتالي تحاول هذه الفتاه او تحاول انه مثلا انه تقبل بعض التفاصيل، هي قد تستشعر بعض الخطا او بعض الخطر، لكنها كانت تعتقد انه حينما تشعر انه او تستشعر انه وصلت الى مرحله قد تكون ضحيه الابتزاز راح تقدر تحمي نفسها، لكن ما تشوف نفسها الا انه وقعت ضحيه هذا الابتزاز. هناك مناهج اخرى للابتزاز تجري في العراق اللي هو تدوير الشريحه، يعني نبهنا على هذا الموضوع لاكثر مره في كل مناسبه، يعني انه السيم كارت اليوم اللي انا بالنسبه لي مثل ما تعرفون انه اذا ما استخدمته لمده سنه من حق الشركه تصادره وتبيع على انه سيم كارت جديد الى مستخدم اخر. طبعا هذه نقطه مهمه نقطه حقيقه، كل احنا عندنا ارقام من الممكن متوقفه الان فبالتالي اليوم شو منو نطل الحق للشركه ممكن تصادره حينما يعني غير اكو مثلا مراقبه في سبيل انه ممكن منو المسؤول عليها مثلا؟ هذا المفروض يصدر تعليمات تشريعات تحظر بيع السيم كارت الى يعني انا حينما مثلا يتعطل حسابي او مثلا عطلت هذا السيم كارت ما استخدمته منا لمده سنه، حينما مثلا تستشعر الخوادم الخاصه لشركات الاتصال بالعراق انه هذا السيم كارت لم يجري تعبئته لمده عام كامل من 1/1/2023 ل 1/1/2024، شو تسوي؟ تبيعه، تعرض هذا الرقم للبيع، لانه حينما تتحدث معهم يقول لك هذا سياق عالمي موجود، لانه اذا يبقى كل سيم كارت مثلا واحد اذا اشترى له 10 15 سيم كارت كل شخص وعطلهن هذه خساره بالنسبه للشركه. يعني اكو تخويل عندهم من الممكن مبالغين الدوله بهذا الموضوع؟ نعم أو نعم، هذا سياق قانوني بالنسبه لهم، لكن انه حينما مثلا اني هذا كل حساباتي مربوطه به، فبالتالي حينما يفعل هذا الحسابات ايش راح يصير؟ يعني هو هذا الشخص انا اشتريت السيم كارت مال استاذ علي، شلون راح اعرف انت عندك حسابات؟ لانه حساباتك كلها المتوقفه راح يجيها اشعار انه السيم كارت اشتغل، فايش راح يجيني؟ راح يقول لي هل تطلب تفعيل؟ يعني راح يقدم لي خدمه، راح يتصورني انا استاذ علي، او يفترض انه انا مالك هذه الحسابات، فبالتالي ايش راح يطلب مني؟ مثلا يطلب مني البين او يطلب مني الكود او يستخدم، يعني فبالتالي راح يستخدم تليفوني انا اللي صار يمي انا، هذا بهالحاله ايش راح اسوي؟ راح ارجع كل حساباتك، كل اتصالاتك، كل القديمه، وحتى ممكن بعض صورك المخزونه وين؟ المخزونه مثلا في حسابات معينه، مثلا في سناب شات، بالذات هو سناب شات ابو المصايب، لانه تعرف يستخدم مخزون لهذه التفاصيل. فهذه كلها راح تجي لهذا الشخص، بالاضافه انه تقنيات او تطبيقات اعاده المحذوفات، يعني اليوم مثل ما هو معلوم، يعني مثلا اي حذف معين يصير عندك باللابتوب، يصير عندك في تطبيق معين، يقول لك روح 52 بالصناعه، اكو تطبيقات معين ترجع لك كل المحذوفات القديمه، لانه تفترض انه نتيجه الخطا انت فقدت هذا الشيء، لكن هي بهالحال انه انا استرجعت محذوفاتك انت. فعلا فراح صورك، اشيائك الخاصه، كلها اتصالاتي، محادثاتي، كلها راح تكون موجوده عندي، وبالتالي راح ارجع اتصل مع استاذ علي، ما راح يتصور انه انا اللي مثلا بعد سنه اشتريت حسابه، راح احاول يا ترى هذه صورك، هذه محادثات، هذا نفترض شنو؟ نفترض انه ما صارت علاقه مباشره بين الطرفين، نفترض انه هذا جته هديه جاهزه. اليوم يعني اذا نسال معظم العراقيين صارت وياهم هيك حاله، مثلا يقول لك انا مثلا استخدمت السيم كارت، واول ما فتح عندي سيم كارت نزلت لي التفاصيل كلها بالنسبه لي بشكل مجاني وكانت متاحه لي. بالتالي فعلا تصير مرات اكو ارقام خاصه وبالتليجرام يجيك اشعار. ارقام مال الاصدقاء قديمه ممكن غير رقمه، وبالتالي بين ليله وضحاها يجيك تم تسجيل فلان يعني بالتليجرام، تطبيق تليجرام، فبالتالي راح تقول هذا الرقم جابه عنده كذا، تتواصل وياه تلقاه مو نفسه، طبعا صارت وياي شخصيا. لا مرات انت مثلا يجيك خبر مثلا على سيم كارد قديم، هذه ايضا صارت حالات، مثلا يابا شو تنشط حسابك على الواتساب بفلان تليفون، لانه هو بالنسبه له بعد حافظه هذاك الرقم، فانت مثلا تتفاجئ انه انت رقم تليفونك او سيم كارد هذا ما مستخدمه، فاكيد اكو شخص اخر استخدم هذا فعلا. مرات اكو اسماء عندك، اشخاص على مثلا هو محذوف موجود عندك، لكن تغيرت صورته على الواتساب وتحول من امراه الى رجل، شلون صار هذا الموضوع؟ هذا اشترى سيم كارد بعد ان يمن لمده عام. طيب دكتور، الان مهم جدا عرفنا وسيله من وسائل ممكن تكون ابتزاز عن طريقها هو السيم كارد. تدوير الشريحه مثل ما ذكرت حضرتك، لكن الان الجانب الاكبر يقول لك هو الروابط. اللي روابط تجي انتحارية. من خلال الرسائل ولا غيرها ولا كذا. اليوم مثلا اذا ضحيه من الضحايا انتشر عندها فيديو معين، هل تقدر هذه الضحيه تزيل هذه الروابط؟ مثلا تبلغ عليه تقول هذه الشخصيه اني وما اريد هذا الفيديو ينزل كذا، تنطي بعض الاثباتات مثل ما نعرف اكو مرات جواز، اكو الهويه ولا غيرها، ممكن تشيل الضحيه او لا؟ مو هذه هو ممكن، لكن شوفي، اولا ان تكون لديك اتفاقات ممكن على مستوى العالم، بالعراق هذا الاحتمال ضعيف. ليش؟
لأنه لا توجد اتفاقات رسمية بين الجهات المعنية وبين إدارات فيسبوك وتويتر اللي هو صار إكس وسناب شات وهذه التفاصيل، فبالتالي يصير هناك بعض التفاصيل ويصير تعاون بهذا الاتجاه. اليوم أنت تتعامل معك فيسبوك وغيره، حتى مرات تشوف حسابات حكومية أو حسابات مؤسسات رسمية مثلا تحضر هذا الحساب، فمن يجي مثلا يخاطب فيسبوك ليش حضرت هذا الحساب، يقول لك هذا بناء على بلاغات، يب هذا حساب حكومي وهناك مثلا مجموعات متطرفة مجموعات كذا، يقول لك انه انا اشتغل وياك رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، قد اكو بلاغات جبت عليه، وايش قد النقاط اللي عندك، اذا النقاط المقابله اقوى من، فبالتالي راح يقبل بقراره ولا يقبل بطعنك مثلا. يعني اكو ثوابت يشتغلون عليها. لكن هذه الثوابت مثلا ما تشتغل في السعوديه ولا تشتغل في مصر، ليش؟ لان يعني هذاك عندهم اتفاقات، فبالاتفاقات شو يقول لك؟ يقول لك هذا حساب دوله، يعني مثلا هذا حساب لجهاز الامن الوطني، هذا حساب لجهاز مكافحه الارهاب، فبالتالي بالتاكيد يتعرض الى بلاغات من قبل الجماعات المتطرفه. طيب احنا نشاهد التوثيق موجود مثلا بهذا الحسابات، سواء مثلا الجيش العراقي ولا غيرها، موجود هذا التوثيق. نعم. توثيق غير بسبب انه قدموا فد وثائق معينه او كذا. شوف، مو هو التوثيق، حتى التوثيق هو صار عمليه تجاريه، فبالتالي ايضا صارت عمليه رياضيات، عمليه خوارزميات، ايهما مثلا حسابه هو نقاطه اقوى من حسابك، غير هذا الموضوع، بدليل صارت مرات عندنا مواقع مهمه، مراقد دينيه تغيرت، اذا تذكرون صارت هيك حالات، مثلا صغيرت مثلا على على على, على الجي بي اس، صارت مثلا من فلان مكان اماكن لها جانبها الاعتباريه الروحيه الدينيه، تحولت الى اسماء اخرى، فبالتالي حينما مثلا كيف تغيرت هذه التفاصيل، يقول لك تغيرت من خلال هذه الخوارزميه، لكن هذه الخوارزميه اللي هي البلاغات والنقاط، ايش قد انا حسابك وايش قد انت حسابك بالمقابل، لكن هذه ما تصير مع دول اخرى، ليش؟ لان هناك اتفاقات انه هذه حسابات حكوميه، هذه حسابات كذا، فبالتالي احنا علينا انه نقيم مثل هذه الاتفاقات. للاسف لحد اليوم ما يجري انه مجرد الحديث عن تواصلات، لكن حينما تتحدث عن اتفاق ابرم، يعني هل هناك اتفاق مثلا جرى بين وزارة الاتصالات مثلا او هيئة الاعلام والاتصال او اي جهة حكومية وبين وحدة من ادارات وسائل التواصل الاجتماعي، لحد اليوم لم يبرم اي اتفاق. زين، احنا سمعنا يعني وهيئة وزارة الاتصالات نعم صارت معنية اكثر بتليجرام، لما قالوا انه اتفقنا وياهم لما حجب تليجرام، فبالتالي قالوا لا صارت عندنا اتفاقات مخاطبات معهم مع الشركة، فاحنا رجعنا لهذا السبب بمحددات. هو اكو تواصلات، يعني ما اقول انا بس ماكو اتفاقات، يعني مثلا هيئة الإعلام من خلال علاقته وياهم، تعامل وياهم من خلال مجلس المسار الرقمي. يعني هل من معقول انه مثلا هيئة الإعلام ليست لديها تواصلات مثلا مع فيسبوك؟ لا، لديها تواصلات، لكن التواصلات غير الاتفاقات، التواصلات انه يخاطبوهم بشيء وبالتالي ذاك اقتنع او ما اقتنع، لكن الاتفاقات اكو عليه حتى شروط جزائيه، انه عليه ملزم ان يستخدم هذا، مو غير من ما يكون مثلا هل يقتنع او ما يقتنع بالمبرر اللي يقدم لي السعر عليه. فبالتالي علينا ان نغادر من مرحله التواصلات الى مرحله ايش؟ مرحله الاتفاقات اللي لحد اليوم ما صارت. يعني ما معقوله منظمات مجتمع مدني عندنا بالعراق نتيجة علاقات دولية مع منظمات عالمية صارت موثوقة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مثلا هناك مثلا منظمة سين منظمة صاد، هذه مثلا أنت مثلا حسابك إعلامي وجه إعلامي معروف في العراق اتعرض إلى مثلا اختراق، إلى قضية مثلا تهكير، فتتواصل مع المنظمة، هذه المنظمة تقدر تزكيك أمام فيسبوك، تخيل، وفيسبوك راح تتعامل وياك لأن هذه المنظمة زكتك انه يا بيه ترى هذا الرجل معروف وهو كذا وهو كذا وبالتالي هذا هو حسابه. زين، معقول هذه المنظمات عندها اتفاقات والجوانب الحكوميه ما عندها اتفاقات؟ يعني هاي يعني اشوفك دكتور اذا تحكي انه كانه ما عندنا اتفاقات ابدا، يعني اتفاق، انا مسؤول عن كلامي، اي اتفاق اي بروتوكول موقع رسميا بين اي جهه رسميه بالعراق وبين كل تلك الوسائط لا يوجد لحد هذه اللحظه. السبب ليش؟ السبب لانه اليوم لحد الان ما عندك التشريعات بهذا الاتجاه، اليوم حد الان هناك نزاع بين الجهات المعنيه انه من الذي مثلا يكون هو المسؤول او يتصدى لهذا الملف الرقمي بالعراق. اليوم هناك جهتين رسميتين بالعراق تتصدى الى هذا الملف، يفترض هيئه الاعلام والاتصالات ومن ووزاره الاتصالات. بالبدايه ايش قالوا؟ قالوا امر بريمر اللي لحد الان سائد فيما يتعلق في قضيه اللي يعتبر قانون هيئه الاعلام 2004، شو يقول بالديباجه مالته؟ انه تتولى هيئه الاعلام والاتصالات مسؤولية تنظيم الفضاء المعلوماتي اللي هو ايش؟ الفضاء الرقمي في السر فيما بعد. بموجب هذا الديباج ايش قالوا؟ قالوا هيئة الإعلام معنية بالمحتوى ووزارة الاتصالات معنية بايش؟ معنية بالبنى التحتية، كيبل ضوئي، جودة الإنترنت، بس تحكي لي مثلا عن محتوى، عن اتفاقات المفروض هذا شغل هيئة الإعلام. لكن رجعت وزارة الاتصالات أخذت قرار إذا تذكرون سيادي قبل أيام، قرار قضائي سيادي بالعراق. قال لا، انه هيئه وزاره الاتصالات هي المعنيه بشكل اكبر بموضوع تنظيم الاتصالات وغيرها، وبالتالي على الجهتين ان يتعاونون في هذا الاتجاه.
نعم هو التنظيم حلو والتنظيم جميل، لكن احنا مشكلتنا بالعراق يراد لنا تشريع يوزع المهام، حينما اوزع المهام بيني وبينك التقصير راح اعرف وين. طبعا التشريع احنا ناخذه ببارت يعني وحده، لكن انا سالتك عن روابط ممكن أنا أضرب هذه الروابط لما ينزل فيديو، ممكن أضرب هذه الروابط مثلا ضحية تشر لها فيديو خاص، ممكن شاهدنا كثير من الشواهد على هذا الموضوع، يعني أب ينقل أنه بناته في سبيل أنه كانت حفلة خاصة فانتشر هذا الموضوع على مواقع التواصل، أقدر أضرب الروابط اللي نزلت أو لا؟ يعني قصدك الرابط اللي ينشر بعدين؟ اللي ينشر هذا يضرب من خلال إيش؟ من خلال البلاغات، من خلال البلاغات. فبالتالي انت ايش قد تقدر تحشد بلاغات ضد هذا الرابط، وحتى وقت مثلا نزل على مثلا على يوتيوب، لكن حينما ينزل على 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 يوتيوب انت مثلا قد ممكن ينزل على تيك توك، ممكن ينزل على كذا، فربما تقتنع يوتيوب بدفعاتك وتحذف هذا الفيديو باعتبار منصات اخرى مسيء مسيء، حتى تشوف مثلا يقول لك تم حذف هذا لإساءته ولا كذا كذا، يعتبره مسيء مجتمعيا. لكن انت ايش قد تقدر تحشد انت بالنسبه لك تحشد يعني البلاغات والكذا، حتى حالة تصير مثلا مرات تصير عن طريق جانب تقني، لكن هذا الجانب التقني انت ايش راح تحضر؟ راح تحضر فقط مثلا نشر على حسابي في على قناتي في يوتيوب وقناتك، فبالتالي قد تضرب اللي موجود على قناتي لان ضعيف، لكن ما اقدر اضرب قناتك مثلا، فبالتالي راح يبقى منتشر موجود هذا الفيديو. فبالتالي هنا راح نبقى نرجع الى وين؟ كيف اسيطر على هذا الموضوع؟ اسيطر على موضوع الاتفاقيات، هناك المفروض تطبيق رقمي يتبع الى وزارة الداخلية، هيئة الاعلام، اي جهة حكومية. احنا مكملين مع حضرتك دكتور، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل اعزائي المشاهدين، متواصلين بعد. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذا الفاصل، مكملين مع دكتور صفت الشمري. يعني حقيقة نبدا من حيث توقفنا. ذكرنا كثير ووضحنا الجزاز الالكتروني كيف يكون اجبار شخصية معينة على شيء ما تريده. اليوم بالأوساط شائع من ممكن المراسلات والمحادثات اللي تصير ثقة ما بين الطرفين، تبادل صور ولا غيرها، حقيقة مشاكل جدا كبيرة، ممكن عوائل خربت بسبب كم صورة كم مبتز كم غيرها، عوائل تهجرت منه، ممكن تستحي بعد أنه تواصل، حتى أكو عوائل سافرت، يعني أكو شواهد ذكرت على مواقع التواصل. اليوم شنو سببها للمجتمع؟ شنو السبب مثل الابتزاز الإلكتروني وكثرته؟ يعني هو الابتزاز الالكتروني مثل ما اسلفنا انه واحد من معالم الالكترونيه اللي انتشرت بشكل عام، لكن فبالتالي الابتزاز الالكتروني واحد من تلك المعالم اللي بالنسبه للجريمه الالكترونيه. انتشاره شيوعه بالعراق للاسباب ايضا اللي حكينا بها، انه موضوع تاخر الزواج وفرص العمل اللي خلت بهذا الاتجاه. الى جانب اخر هذا الانفتاح الرقمي اللي صار وخلى الكل يعني ما يهتم لبعض التفاصيل اللي تصير. يعني اليوم مثلا على مستوى الجامعة، وانا استاذ جامعة اتحدث، يعني صارت حالة مثلا انه قدامي الطالب، انت الطالب تليفونها يذاكرون قبل الامتحان بقليل، فانطت تليفونها، اثناء ما استلم التليفون هذا الشاب بحث بالتليفون وطلع رقم ودق بالتليفون مالته، سوى عليه بالتروكلر، سوى سيرش على هذا الرقم اللي موجود في تليفونه. فانا لقطت هذه الحاله ويعني وحقيقه عنفته، يعني انه هذا ما يصير وهذا ما يجوز وهذا كذا وكذا. فاذا فوجئت انه الطالبه من طت التليفون هي راح تجيب بعض التفاصيل وترجع للقاعه، من رجعت للقاعه الطالبه وفهمت القصه، فشفت انه مدافع عن هذا الشخص انه هذا مثل اخويا وهذا صديقي وهذا كذا وهذا كذا، فعادي يعني بالنسبه لي تليفوني يم وتليفوني يم. للاسف هذا التطبيع القيمي احنا نسميه اللي صار، هذه الامور ما كانت موجوده عندنا قبل، هذا بدا يصير. هذا جانب. جانب اخر عندنا دا يصير من خلال الابتزاز الالكتروني، من خلال انه تدخل يعني عن طريق البلوتوث رابط، يعني يجي خفي هذا الرابط عن طريق البلوتوث. يعني مثلا شلون هسه قبل قليل اخذنا الصوره انا وحضرتك، انه العدسه مال حضرتك افضل واجمل من عدسه التليفون وكذا، فشو نسوي مثلا؟ اخذ تليفونك حجه ناخذ مثلا سلفيات بهذه، هل على الاثناء بالبلوتوث 30 ثانيه انقل ملف من تليفوني الى تليفون حضرتك. هذا من صار الملف عندك وشغلته عندك، من شغلته عندك هذا الملف صار تليفونك كله يمي. اقدر اوصل تليفونك بكل تفاصيله، حتى يعطيني اشعار انه عندك تليفون عليه، والان حينما تقول الو، الالو صارت ايضا يمي، اقدر اسمعها مباشره، اقدر اسمعها تسجيل بعدين. نلاحظ مثلا مرات مثلا مدير تليفونه فاتوره، مثلا صاحب شركه مدير تليفونه فاتوره، لانه يعني انا ما عندي رصيد تليفونك فاتوره خلي اتصل باهلي، فينطي التليفون باهله ما يقدر، راح يقعد يمه، راح ياخذه على صفحه، فبالتالي من اخذ التليفون صارت هذه الحاله، دخل هذا الرابط.
اليوم نشوف الحالات الابتزاز المباشر اللي تصير هو اغلبها يجري من صديق، لان اكو شخص يهمه، يعني من شخص يعرف هذا الشخص الاخر. انا اتحدث عن الابتزاز المباشر اللي يصير، مو تكلم من رابط خفي او من خلال تهكير او من خلال سيم كارت مدور. فبالتالي مرات مثلا تقول معقوله الزميل يهكر زميله، هو بالتاكيد او معقوله يبتز زميله. اول عمليه ابتزاز بالعراق صارت عن خلال فيسبوك، اول عمليه ابتزاز تقريبا 2005 او 2006، الدكتور سالم رضوان الموسوي هو من كان القاضي اللي نظر بهذا الموضوع. القضيه كان عباره انه الشخص كان يبتز زميلته ويا بالدائره هذه بالعراق اللي صار اول جريمه ابتزاز نظر بها القضاء العراقي. كان زميلته يبتز زميلته واكتشفته من خلال صديق مشترك، نحن مرات نقول مثلا انه مو كل جريمه كامله، شافت اكو هذا الحساب اللي دا يحاول يدخل عليها ودا يحاول يبتزها ودا يحاول كذا، ان هناك صديق مشترك، فبالتالي ضغطوا على الصديق المشترك فقال لها انه هذا الحساب هو حساب فلان. يعني ماكو من انه لا تكون هناك جريمه لازم تكون فبالتالي هو بالتاكيد مثلا انه حينما مثلا هل معقوله الصديق يهكر صديقه او يبتز صديقه؟ نعم من الممكن، لانه بالتاكيد حينما يبتز هذا الشخص اكيد هو يعنيه او 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 او, أو يختص به. فبالتالي يحاول مثل ما قلنا احنا بالبدايه، يعني مثلا قد يكون المطلب شرعي، يعني مثلا انه انا ابتز حضرتك مجرد انه مثلا اظهر معك بلقاء. طبعا دكتور ذكرت حضرتك يعني شواهد مهمه حقيقه، لكن من الشواهد يعني البارحه ما عندنا نحكي بهذا الموضوع، فاكو شخص قال قال اكو انتشرت صور لطبعا عائلته، يقول ان ما عرفنا منو اللي نشرها، فطلع احد اقربائهم هو وقريبتهم حرامي بيت، يعني حرامي بيت مثل حرامي بيت هي اللي اثرت الصور، بالتالي اعتقد من الممكن معين عليهم. نعم نعم غيره نعم. يعني الاكثر من الممكن اذا نشاهد حالات الابتزاز تكون من الاقربين او الاقربون من الممكن. يعني صارت حاله تتحدث حضرتك استاذ علي قبل حوالي شهرين او ثلاثه. انه امراه بدات صورها توصل لزوجها، صورها بالبيت خاص. توصل لزوجها وبدا يحاول يبتز هذا الزوج، وصلت المرحله انه وصلت مرحله الطلاق بينهم. بعد التي ولدتها ونتيجه وجود كاميرات داخل البيت اكتشفوا انه الخادمه الاجنبيه اللي كانت تشتغل هي من تصور هذه المراه وتدز الى شخص يبتز هذا، فبالتالي مثل ما قلنا حرامي البيت موجود واحتمال وارد في كل عمليات الابتزاز، انه هي كانت تدز وبالتالي كان ممكن الضحيه انه قد يكون مثلا انه طلاق هذه المراه وتشويه صورتها للمجتمع، انه كيف من توصل انه كيف توصل يعني صور انت قاعده بغرفتك قاعده ببيتك قاعده وكذا وتوصل يعني اول باول توصل لزوجها، فكان يتصور انه مثلا هناك علاقه او هناك تصل هذه الطريقه، فحاول ان يبتزون زوجها. فبالتالي علينا انه يعني اول ما نفكر بالابتزاز الالكتروني بحرام البيت مثل ما قلت لك. يعني هو دائما يقول لك الاقربون لازم انت تفكر بهم، لان بالتالي انت ممكن ما داخل على روابط، ما داخل على ممكن رساله من جتك عن طريق نعم. شخص ما داخل، فبالتالي لازم اكو شخص داير من دايرك هو اللي لكن كذلك بحالات الطلاق، يعني البارحه نزلت على حسابي الشخصي بانه شنو الحالات اللي تعرضت لها؟ مطلقين اثنين فبالتالي يريد يضغط على مال مهر او العفو النفقه فيضغط من خلال الصور، اكو صور كانت ما بيناتهم، فيقول اذا ما تنطيني مثلا كذا وكذا تتنازليني شيء انا من الممكن انشر الصور، بالتالي كذلك هي مشكله جدا كبيره. يعني انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل هكذا تفاصيل، لذلك دائما نحذر انه لا تستخدمي صور الموبايل في او اي موبايل يرتبط بالانترنت في قضية انه التصوير صور الشخصية. يعني احنا اليوم السحابة الكلاود اللي ممكن انه نعتبره امن شيء ممكن نخزن به التفاصيل، لانه حينما مثلا تودع في سحابة تابعة لجوجل، فانت تودع مثلا محتوياتك عند جوجل اللي هي خلينا نقول ربابين التقنية بالعالم. اكتشف في عام 2019 تحقيق للبي بي سي من لندن، تقرير استقصائي اكتشف انه حتى هذه المواقع تم اختراقها من خلال ايش؟ من خلال ما يطلق عليه الزيارة المتبادلة. يعني مش ماذا يعني بالزيارة المتبادلة؟ الزيارة المتبادلة انه مثلا انا دخلت الى موقع معين، اثناء دخولي هذا الموقع، الموقع شنو المقابل ايش راح يسوي؟ راح اسمح له او بطريقة او باخرى راح يدخل الى حسابي اني، وبالتالي يدخل الى السحابة، مثلا شاف محتوى معين كذا سحبه. سحب هذا المحتوى وبث على مثلا طريقه المشاهد العائليه او المشاهد كذا لتحقق اعلى مشاهدات بالعالم، فبالتالي اليوم كل شيء ممكن اختراقه، اي جهاز مرتبط بالانترنت ممكن اختراقه. يعني مثل ما قلت لجنابك انت تودع في السحابه، تودع بالغيمه احنا نسميها، وحتى هذه الغيمه ممكن الوصول اليها، لكن الوصول اليها مو من قبل مثلا شخص عادي، لا من قبل مثلا شركات مختصه في هذا الاتجاه. مرات انت بايدك انت تدخل لهذه المواقع مثلا، يعني تنطيك البعض انت موافق على فلان شيء، احنا للسرعه نعم. موافق
موافق موافق روابط الكوكيز، فبالتالي معلوماتك كلها صارت معلومة. لكن دكتور صبت أسألك على مستوى الشخصي من الممكن، أنت بذباع بهذا المجال وعندك كثير من التماس، تأثير الابتزاز الإلكتروني على الضحية كمثلا روحيا، تأثير من الممكن يخرب، شنو اللي يخرب؟ أكو قصة من الممكن تحضرك؟ والله هي يعني القصص شائعة ومعروفة، وهناك شخص اعترف عبر وسائل الإعلام قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة أتذكر، قال إنه الضحية خيرتها من تدفع مبلغ معين، وقالت أنا ما عندي هذا المبلغ وراح أنتحر. ويقول هذا الرجل باعتراف أمام وسائل الإعلام انه سمعت سحبه المسدس وقالت راح اقتل نفسي، ويقول سمعت الاطلاقه وسمعت العياطه بالبيت وكذا، يلا ارتاحت وحسيت انه هذه المراه. فبالتالي انت تشوف انه هذا التاثير يوصل التاثير النفسي الى قضيه انه قد مثلا انه هذه المراه تتعرض للانتحار. هذا جانب. جانب اخر، انا اجزم ان اغلب عمليات الانتحار اللي تصير من قبل مراهقات اليوم في العراق بحجه انهم ما نجحت في السادس اعدادي، فقر كذا، هذه التفاصيل، هي تعرضت للابتزاز. يعني يقول لك انا هيك راح يا اما اقتل من اهلي وعشيرتي يا اما راح اقتل في هذا. فبالتالي يعني خلاص انه اجنب. بالتالي العائله تقول انه بسبب السادس، لان ما عندهم سبب. لا مو بس هذا، يعني اخلاقيا مجتمعيا يعني انهم من الصعب يتجنبون. رسبت بالاعدادي، رسبت بالبكالوريا، ما جاوبت بالامتحان. ما معقوله انه هذه الشخصيه انه تكون مهزوزه نفسيا انه امتحان ممكن ياثرها، ومثلا انه تعلق نفسها بالبنكه او تضرب نفسها أو تشمر نفسها من فوق الجسر. يعني بالتأكيد هناك يعني أمور وتفاصيل ما ورائيات من ممكن ابتزاز. علينا التفكير أيضا بالذكاء الاصطناعي، هذا جانب مهم أكيد أنا جاي عليه بكل تأكيد. لكن ذكرت حضرتك الألم النفسي والروحي اللي سببه الشخص المبتز للضحية. أكو من ضمن الرسائل اللي خليتها كأنه قلت المشكلة اللي صارت وياكم والقصص، أكو هيك شدني جدا يقول او كاتبه، هي تقول انا اتمنى شغله واحده بس، انا انتهى الموضوع، بس اتمنى هذا الشخص يعيش نفس الالم اللي عشته يعني، بس انه اريد هذا الشخص يكون يحس باللي حسيت انا به. هسه احنا مثلا من الممكن صح هي غلطت بفتره من الفترات، اكو صارت مثلا ضعف ولا غيرها، صار تبادل صور من الممكن، لكن هذا الالم النفسي يبقى، من المستحيل ينساه، ممكن يصير درس. بالتأكيد هذا الألم النفسي فيما لو مثلا هذه القصة اللي حضرتك تتحدث عنها هي تجاوزت هذه المشكلة، لكن ماذا عن قصة مثلا ما تقبلوا أهلها الفكرة، ما تقبل مجتمعها الفكرة. فبالتالي احنا دائما نقول على جميع الآباء أن يكونوا قريبين من أبنائهم، على جميع الأمهات أن يكونوا قريبين من بناتهم، حتى يشوفون انه لانه ممكن في اي، وعلى كل الاباء وحتى الشيوخ العشائر ان يتوقع انه بنته في يوم من الايام تجي وتقول له ترى انا تعرض لجريمه الابتزاز، لانه اليوم الابتزاز اللي تعانيه الشابه العراقيه هو اثنين، الابتزاز الاول هذا اللي يضغط على الابتزاز الاخر، انه تصارع نفسها شلون راح تفاتح ابوها، وهل ابوها راح يتقبل فكره انه هي ضحيه؟ اكو سؤال دائما يطرح انه في حاله مثلا انه البنيه هي فتاه او حتى الشاب شارك الصور، شارك الكذا، شارك المحتويات، هل هو شريك بالجريمه لو ضحيه؟ هو هيك ضحيه ترى، احنا ليش نعتبره شريك؟ يعني هو مثلا نتيجه ظرف معين مثل ما شرحت حضرتك، هي انطت هذه الصور، هي ما عاجبها هذه الصور تكون متاحه لدى، لكن لحظه ضعف، لحظه بحث انه تريد تغير عن وضعها الاجتماعي، تريد تتزوج، تريد مثلا خلينا نقول تريد تبحث عن عمل، قاعده بالبيت وتشوف اهلها الوضع المادي تعبان، او هي تقول مثلا نكمل الجامعه، ماذا بعد الجامعه؟ اليوم عندنا نلاحظ من خلال ايضا عملنا بالجامعه، نشوف اكثر الاضطرابات النفسيه وين تصير؟ تصير الطالب المرحله الرابعه، لانه الاول والثاني والثالث يعيش الحياه الجامعيه، لكن بعد الرابع او في المرحله الرابعه يبدي يفكر الشاب او الشابه ماذا بعد هذه المرحله؟ الشاب قلق من المستقبل، خلص راح القى تعيين، راح اشتغل او ما اشتغل، الشابه راح اتزوج وارجع يم اهلي، راح القى تعيين وعين نفسي، راح كذا. فبالتالي تشوف اليوم هوايه مشاكل تصير عند طلبه المرحله الرابعه، والبعض يتفاجئ انتم يعني مثلا خضتوا تجربه جامعيه كبيره كذا، ليش مثلا هذا ما صارت في المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه؟ صارت نتيجه هذا التفصيل اللي تحدثنا به، نتيجه الضغط النفسي. يعني ذكرت حضرتك حقيقه مهم جدا هو الضغط النفسي، وبالتالي الانسان اكو ما يتحمل هذا الضغط النفسي فيسبب له، لكن اكو كذلك جانب مهم جدا. اليوم الضحيه لما تتعرض الى ابتزاز الكتروني معين من شخصيه معينه، تلجا الى اشخاص ممكن خاطئين، يعني اكو جروبات مختصة بمحاربة الابتزاز، نعم. يعني أمانة علامات استفهام كذلك ممكن تثمرات أو أربعة ومفتوح العدد، نعم. يعني كل بعض تجي هذه المسكينة
انه تقول له انا تعرضت لابتزاز، وهو على اساس انه ناس تروج له محاربه ابتزاز، فلما تروح تسلم نفسها تسلم من الممكن حساباتها، نعم، راح هذا الشخص نفسه ويبتسم. فهي المشكله شلون نعالجها؟ شوف، هذه المشكله نعالجها اولا انه على الفتاه ان تعي انه هذا المتطوع هو لماذا تطوع. نعم، مثل ما نقول انه اكيد اولاد الخير موجودين واولاد اصحاب افعال الخير موجودين بالتاكيد، لكن هذا لماذا مثلا فاتح ابوابه، فاتح حساباته، وفاتح قنوات الاتصال به حتى مثلا يخلص هذه، وخصوصا هو ايضا بالمقابل هو شاب، وعلى فكره معظم هؤلاء هم اعمارهم 16 17 سنه، يعني بعد ما فاهم الدنيا بشكل صحيح. يعني اليوم لو تجي مثلا افضل الهكريه الايجابي والسلبي اللي بالعراق، من تجي تشوفهم عمره 16 17 تدري هذا عنده قابليه وما انه للتطوير ولاكثر من العمر بهذا، فبالتالي هذا بعد الدنيا ما خابرته، وبالتالي هم ممكن او يضع مثلا حينما يشاهد الصور يشاهد كذا ممكن انه يضعف امام هذه الصور. للاسف اليوم مثلا حينما شابه تتعرض للابتزاز، فبالتالي اول ما راح تجي تخاطب صديقتها تراني كذا كذا، هل راح اروح على اهلي؟ فتقول مو كان ما تروحين لاهلك، مو كان ما تروحين وزاره الداخليه، لا شو تسوين انت؟ تروحين تسوين سيرش على هذه الحسابات وهذه موجوده، وبالتالي تطلبين النجده وتطلبين يعني مثلا يعني مثلا يوم في مجلس المسائل الرقمي تجينا الكثير من المسجات البصمات الصوتيه، خوي الحقني انا راح كذا، خوي ما ادري شنو كذا من هذه. فتخيل هذا حين مثلا ترسل هذا التليفون هي ما تعرفه لمجرد انه سوت سيرش وشافت اكو مثلا، احنا ما معنيين بهذا الاتجاه، احنا معنيين بتنظيم المحتوى الرقمي بالعراق، بس هذه شو تسوي؟ هاي تسوي سيرش في الانترنت، اي شيء علاقه بهذا الموضوع ادز له بصمه صوت حتى يتعاطف ويا هذا الشخص، خوي ما ادري شنو، هذا تليفوني، هذا كذا، وتخيل انت هذا شو ممكن تسوي حتى تنقذ نفسك. هنا المفروض انه على الجهات المعنيه ان تكون قريبه بهذه الجهات الامنيه بالتحديد. اولا مثلا من الممكن انه يكونون هذول قريبين الى الجهات الامنيه تحتضنهم وحتى يساعدوا بهذا الاتجاه، هذا جانب. جانب اخر علينا توعيه الشباب انه حينما تتعرض للابتزاز انت تتواصل مع شخص اخر وانت تقدم له ابتزاز على طبق من ذهب، تقدم له حساباتك، تقدم له كل هذه التفاصيل. مثلا انت ما تعرف المقابل منه، لكن المقابل منه ممكن يقول لك الغرقان ايش علاقه بالشاهد؟ نعم نعم. فبالتالي يعني اذا هو غارق بالمشاكل يقول لك انا ما اهتم خلاص، يعني اللي يصير خليه يصير، فبالتالي انا فاقد الامل. لكن لا، من الممكن اذا كان من الممكن، ذكرت حضرتك نقطه مهمه، هو احتضان مثلا الجهات الامنيه لهؤلاء الشباب، يقدرون من خلاله انه تنحل المشكله، وشاهدنا كثير يعني من الشواهد انه حلت المشكله بسريه تامه، وبالتالي كان احتواء حقيقي لهؤلاء الشباب. احنا الجهد الامني اتوقع راح نتحدث به بالفقره اللي بعده، الجهد الامني طبعا هذا بارت كبير ان شاء الله كبير، لكن اكو التشريع هو المعطله وراح نتحدث بهذا ان شاء الله ونشوف ان شاء الله. احنا مكملين مع حضرتك دكتور صفت الشمري، لكن بعد هذا الفاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل ومتواصلين معنا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد مشاهده هذا الفاصل، ومكملين بموضوعنا الابتزاز الالكتروني. دكتور، من الممكن تتفق وياي او تختلف، احنا عندنا ممكن نقص بالتشريعات بمجال الابتزاز الالكتروني، كيف ممكن التشريعات في سبيل تسعف او تساند القاضي بالحكم لما ما تكون عنده قضيه ناقصه؟ فبالتالي اليوم كيف نحاكي هذا النظام معمول به بالعالم اجمع، كيف نحاكي من الممكن؟ استاذ علي، على مستوى العالم هناك ما يطلق عليه بفرق السرعات بين التقنيه وبين التشريع، والغلبة بالتأكيد راح تكون للتقنية، فكلما يعني كان هناك تشريع يعالج طفرة تقنية، تشوف حينما يصل إلى مرحلة إقراء تدري التشريع يراد له وقت، القراءة والصياغة والقراءة والتصويت ومن ثم دخول النفاذ. بهالحالة راح يكون التقنية حققت طفرات ممكن أن تتحايل على التشريع، هذا على مستوى العالم. فكيف أنت بالعراق؟ يعني هذا على مستوى العالم موجود هذا الجانب. فكيف انت بالعراق؟ يعني تقريبا الانترنت بدا بالتداول بالعراق 2003، واحنا اليوم في 24، يعني بالضبط صار لك 23 سنه او 20 سنه. انت متاخر هواي. 20 سنه اليوم انت تشتغل بالانترنت، ما معقول لحد اليوم ما عندك تشريع واحد يعنى بالجانب الرقمي. اليوم راح تقول لي مثلا اذا هل كيف بده يجري التعامل مع الجريمه الالكترونيه بالعراق؟ يجري التعامل وفق نظام ما يطلق عليه مبدا التكييف، يعني شنو مثلا انت تكيف النص التقليدي، هناك جريمه الكترونيه وهناك جريمه تقليديه، يعني حينما تتحدث مثلا عن مثلا ارهاب الكتروني هناك ارهاب تقليدي. فبالتالي الارهاب الالكتروني عولج بموجب قانون مكافحه الارهاب بعض الفقرات اللي تعنى بالارهاب الالكتروني. لكن مثلا موضوعات الابتزاز،
التهكير، حتى واجهوا في انه المحتوى، انت اليوم حينما تواجه المحتوى تقول هذا محتوى هابط، تتذكر هذه منصه تبلغ حققت شيء كبير، لكن هناك بعض الرأى انتشرت انه انت اذا ما عندك قانون كيف رسيت هذه، يعني كيف حكمت بالقضاء على قضيه انت ما بيك ما عندك بها تشريع. طيب سؤال مهم دكتور، مو مساله هاي النقطه، مبدا التكييف ممكن يعني يكيف هذه الظروف على هذه الظروف، لكن هناك غلبه للرقميه قد تضيع بعض اركان الجريمه مثل جريمه الابتزاز الالكتروني، اتحدث بعد قليل بعد سؤالك. انت ذكرت حضرتك منصه بلغ، طب تعقيبا على كلامك، طبعا منصه بلغ ليش ما عندنا مثلا كذلك نفس النظام منصه التبليغ عن الابتزاز الالكتروني من الممكن، ليش هاي الخطوه ماكو؟ هو يفترض ان يكون هناك تطبيق في كل دول العالم، هاي الدول الدائره مدائره، الدول الاقليميه دائره مدائره، كل هذه الدول لديها تطبيقات موجوده بموبايلك، فحينما تتعرض الى اي عمليه ابتزاز، الى اي عمليه اختراق، مو شرط ابتزاز الكتروني، انه تراسل التطبيق، وبالتالي الجهه المعنيه بهذا الاتجاه راح تتعامل معه تقنيا. هذا التطبيق مو بس راح يوفر لك الحمايه، راح يشعر المقابل مثلا حينما اني مثلا احاول ابتزك، احاول اخترقك، انه هناك التطبيق قد يتتبعني اني، فبالتالي غير ما مثلا اشتغل وياك واني طريقي اخضر انجاز التعبير. المفروض يكون هناك تطبيق، المفروض ان يكون هناك تشريع، تحدثنا في هذا الاتجاه، لكن يبدو وانا يعني انا لا اتهم، انا صاحب منظمه المجتمع المدني، لا اتهم المجتمع المدني بشكل عام، لكن هناك بعض المنظمات او المحسوبه على منظمات المجتمع المدني هي من تعطل هذا الاتجاه. شنو السبب؟ السبب المعلن، مثلا تشوف مثلا دائما تشوف مثلا هناك صيحات من قبل بعض اعضاء مجلس النواب يتحدثون عن ضروره مواجهه الجريمه الالكترونيه، نلاحظ تصريحات وهذا الموسم كذا وكذا، تشوف بعد فتره هذا الصوت يتلاشى، تشوف ما يصير هنا راح تبدا تتحرك عليه هذه بعض هذه المحسوبه على المنظمات، فبالتالي تقول له انت ليش تصير في خانه كانما انت تريد تواجه حريات التعبير وتواجه كذا كذا، وبالتالي قد تسقط الحملات الالكترونيه، ابتعد عن هذا الملف. وحينما يسال مستشاري يقول له طبعا، يعني انت اذا الجماعه اشتغلوك الجيش الالكتروني والدباب الالكتروني قد ممكن يكون هدف في شيء انت ممكن انه تكون في غنى عنه. اذا ما عندك شيء ليش تخاف؟ هذه مو هي مجرد انه حينما مثلا اني عضو مجلس نواب ويصير الحديث علي انه اني دا اشرع شيء هو ضد حريات التعبير، اريد اقمع حريات الناس، اقمع الكذا، فبالتالي تدري هاي الناس البسيطه تصدق مثل هذا كذا كلام. هذه راح تقول لي مثلا سؤالك انه طيب هذه من بعض المؤسسات لماذا تفعل هذا الشيء؟ هذه المؤسسات تحصل على منح من قبل مؤسسات دوليه، يعني مثلا هذا الملف هذه شو تسوي؟ تشوف ملفات دا تشتغل بالعراق، فبالتالي شافت هذا الملف انطرح، فشو تسوي؟ تروح تحصل على منحه كبيره. كذا 100,000 دولار من المنظمه الفلانيه، وتجي تشتغل بها مشاريع بالضبط من هذا الموضوع، فبالتالي هي تربحت ماليا من موضوع هو مو صحيح، هو مو حقيقي. انا اسال كل من يقف اليوم ضد تشريعات الابتزاز الالكتروني، حينما تتعرض زوجته، بنته، اخته الى ابتزاز الكتروني ويروح للمركز الشرطه او للجهه المعنيه ويقولوا له يابا احنا هذه امكانياتنا لانه هذه التشريعات اللي احنا نشتغل عليها، ايش راح يقول؟ وش راح يسوي؟ يعني اليوم حينما مثلا تجي لموضوعة القضاء، والقضاء يقول لك أنا ما أقدر أعتبر الدليل الرقمي دليل دامغ إذا ما بي قراءة أخرى، لأن أنا ماكو شيء بالتشريع يقول اسمه دليل رقمي اللي هي المحادثات. إذا دكتور وين نروح؟ يعني مثلا الناس البسيطة هم كذلك تسأل وين نروح؟ يعني مثلا إذا ثبتت الأب مثلا تفهم، الأم تفهمت أنه هي ضحية، صار خلاص صارت ضحية ابتزاز الكتروني، وين تروح؟ هنا أنا شنو اللي راح يصير؟ راح يطلب من الضحية أن تستمر مع المبتز، ويكون هناك أحد الجهات الأمنية عبر ارتباط إنجاز التعبير. هنا تشوف مثلا يعني شنو معناها، أنه لازم تتواصل، تبقى تتواصل بهذا الشخص، وبالتالي كل المحادثات والصور يجب أن تنتقل إلى من؟ إلى الشخص المرتبط وياهم، فبالتالي ها خابر، ها ما أدري شنو، ها فلان شي حكى، فلان شي طلب، هذه الصورة دزيتها، هذه الصورة دزليها، لحين ما يتم استدراجه مثل ما يصير، يعني مثلا في شارع، في بيت، في منطقه، ويلقى القبض عليه بالجرم المشهود حاله حال اي، يعني شلون عمليه الرشوه؟ شلون تثبت عمليه الرشوه الا مثلا الى انه بلحظتها لازم يكون المبلغ ده يدفع، اكو ارقام هذه الفلوس موجوده عند الجهات المعنيه مثل ما يصير. هذا يصير بالجريمه التقليديه، لكن بالجريمه الالكترونيه معظم المبتزين الحقيقيين ولديهم حسابات ماليه وهميه بالمغرب، باسبانيا، بكذا، ما ممكن يجيب رجله الى الضحيه، حتى ربما قد يكون يعني ويعرف قد يكون كمين، لكن من الذي يقع ويسقط في هذا الاتجاه؟ هذول البسطاء، هذا الشخص اللي مجرد مثلا انه بطريقه بسيطه، فبالتالي انه نتيجه اغوته هذه الفتاه ووعدته في مكان معين، وبالتالي تم القاء قبض عليه بالجرم المشهود حتى تثبت العمليه بالادانه، لكن من خلال تعقبه رقميا ومن خلال يصير، لكن اذا ماكو اعتراف صريح من عنده، وهذا شغل المحامين هنا يقول له حتى اعترافاتك انقضين، فوين تتحول العمليه؟ تروح العمليه الى الشرطه المجتمعيه اللي اساسا هي المفروض هي شغل الجريمه الالكترونيه.
الشرطة المجتمعية هنا مشكورة، مشكورة شو تسوي؟ تحاول أنه تصلح بين الطرفين، فتجيب عشيرة هذا وتجيب عشيرة ذاك، أو تجيب عائلة هذا وتجيب عائلة ذاك، وبالتالي يصير تعهد بعدم. لكن بالمقابل هم مضطرين، ماكو ما يعني، بس هذا خطر على المجتمع. يعني أنا الشخص مثل ما أسلفنا، الشخص هو وصل إلى مرحلة أنه تقتل قدام الضحية وهو زين، هذا التعهد راح يوقفه عند أبدا يعني مستحيل. هي مو مشاجرة بيني وبينك صارت مثلا هنا بالقناة، وإحنا المركز الشرطة وتعهدنا وياك، ما حد يتعرض للثاني، ما حد يجيب سيرة الثاني. لا، الموضوع غير شكل. تتحدث مع شخص لا دين لا قيمة لا عقيدة لا مبادئ لا أخلاق، لما توصل مرحلة انه يحسها تبكي ويشوفها منتهية، وممكن انه يسمع في اي لحظة انها قتلت نفسها، وهو ما عنده مشكلة، ما يحس بهز الضمير. طيب هذا ينفع وياه تعهد؟ هنا انا ادين الجهات التي تقف بالضد او تؤخر من عملية التشريع. يعني انت ما معقول لحد اليوم ما عندك مركز للدليل الرقمي بالعراق. اليوم مركز الدليل الرقمي وين شاهدنا؟ شاهدنا انه من خلال المسوده ابتزاز الجريمه الالكترونيه، الجريمه المعلوماتيه يسموها الجريمه الالكترونيه، اشارت الى مركز الدليل الرقمي. وش قالت؟ قالت انه على السلطات التنفيذيه استحداث مركز دليل رقمي بعد 6 أشهر من نفاذ هذا القانون اللي هو اساسا ما اقر. زين انت ليش ما تشتغل من هسه على المركز الدليل الرقمي وبعدين عود كيف قانوني؟ حتى خطوه خطوه يعني استاذ علي، يعني انا احدثك عن التحديات. انا المتحدث مع حضرتك هو عضو في لجنه صياغه لائحه المحتوى الرقمي، تذكر هاي اللائحه اللي ضبط عليها العيطن جاز التعبير قبل حوالي ورا خليجي 25 بالتحديد، ورا خليجي 25 استدعتنا هيئه الاعلام والاتصالات انا وشخص اخر و8 أشخاص من قبل هيئه الاعلام، وطلب من عندنا انه نسوي مسوده لتنظيم المحتوى الرقمي، يسميها لائحه المحتوى الرقمي بالعراق. والله كنا نشتغل ليل ونهار، الجماعه بالهيئه نايمين واحنا ببيوتنا نطلع وياهم اونلاين، لحد ما سوينا المزوده وصلت الى مراحل متاخره، سربت من قبل بعض هذا، سربت المسوده القديمه اللي مو هاي المسوده، وحتى طلعت انا عبر شاشات قلت لهم يابا ترى انا مسؤول عن كلامي، المسوده اللي موجوده هي مو اللي اليوم بده يتم اقرارها، لكن صارت هناك ضغوطات وصارت هناك انه يعني بهالعباره احنا ايش حصلنا بعد 2003 غير نحكي، هي هاي المشكله. فبالتالي حتى اللي يحكي تريدون توقفون ضده، ومرات مرات الحكي دكتور والكلام هو يوعي الانسان، بالتالي ومثل كلام حضرتك اكيد مهم جدا. لكن ذكرت من خلال استرسالك بالحديث وهو عنده حسابات بالمغرب ولا الجزائر ولا غيره، هذا طبعا رائجه جدا بالمواقع، وكثير من الحالات حثت وشاهد عليها من الممكن اني يعني احد الاشخاص اللي نعرفهم كذلك انهم متواصلين مع من المغرب، فبالتالي هذا انه ممكن بين ليله وضحاها ممكن اغوته مثل ما قلت حضرتك، بالتالي انطى على نفسه فد مستنده ودليله وغيرها، هذا قد تسحب من يمه اموال، فكيف غير محددين خارج البلد هم هنا الشخص، هم اكو ناس تتولى مهمه الى او لا؟ مثلا انتربول من الممكن اذا نطلب هذا الشخص المبتز وثبت من الممكن عليه، ممكن اكو مخاطبات او لا؟ مو شوف، مو انت يقول لك ما عندك تشريع اساسا، انت كيف حكمت على هذا الشخص؟ مثل بعض الدول اللي ما عندك ولا اتفاقيات ومثلا تصدر عليه حكم، ولان ما عندك اتفاق بينك وبين تلك الدوله فما تسلمه لك، فيروح شو يسوي هذا الشخص المهزوم؟ يروح الى دول يعرف انه ماكو اتفاق مثلا بين العراق وبينه. يعني هالشبكه هذا جانب، جانب اخر كبيرتين. جانب اخر، يعني حينما مثلا مثل ما بعض القرارات مثل يقول لك هذا حكم سياسي، فانا بالنسبه لي ما ممكن اسلمك هذا الشخص، لانه فانت تتحدث عن بلد مثلا ما بي تشريعات رقميه، ما بي، فيقول لك اساسا انت ما عندك تشريعات الى علاقه بالرقمنه، فكيف حكمت عليه بهذا القرار؟ كيف انت تريدني اقتنع انه هذا هو مجرم وانت طالبه لاهداف سياسيه؟ هي هاي المشكله، يعني هم ترى ذولا فاهميها. اتحدث منه، اتحدث عن المبتزين على المستوى العالمي، اللي شخص مثلا قد يكون مثلا اللي حتى دخلت بها الشعوذه الرقميه بهذا الاتجاه، مثلا انه انا مثلا من الصومال، مثلا انت فلان ابن فلان كذا وما ادري شنو، هناك شخص يسوي لك سحر وهذه حساباتي وهذه فعلا. هذه تافه. جانب اخر تيجي حتى موضوع الالعاب الاطفال، اليوم العاب الاطفال مثلا شخص حتى ينشط حسابه شو يسوي؟ يلزم مثلا تليفون امه تليفون اخته بدون ان تعلم، فبالتالي مثلا يسوي حساب من هذا، وبالتالي هذا الطفل ما يعرف، فيطلب منه بعض الاوبشنات الشخص اللي يلعب وياه، واذا دخل ذاك الشخص من خلال رابط انتحالي من خلال اي شيء حتى ربما رابط مباشر، لان هذا ما يفهم الطفل، فدخل الى تليفون امه او تليفون اخته الكبيره، فبالتالي ايضا صورها ووضعها كله وين بده يروح. وسمعنا قصص، سمعنا قصص مثلا امراه كبيره بالسن وقلنا وقالوا لها مثلا شفنا جدك بحسابك مثلا بدك تلعبين مثلا بالبوبجي بالكذا، فهي تتفاجئ يابا يا بوبجي هكذا، اللي طلع مثلا حفيدها شايف ما تدري هي ماخذ تليفونها ويريد مثلا يلعب بحساب اخر حتى يسند حسابه.
فهناك مناهج الابتزاز يعني هنا دكتور يحتاج متابعة مستمرة، تحتاج من الممكن تشريع. من الأهالي وتشريع من الممكن تحتاج هواي أشياء لازم ينتبه. ما دام أنت مدخل بيتك جهاز الموبايل لازم أنت تكون فطن. ما تعرف على أي ساعة من الممكن ابنك أو من بنتك يصير وياها هاي المشكلة، وكل إحنا من الممكن معرضين إلى هذا الجانب، لكن هي تبقى المتابعة هي الأولى. لكن دكتور ذكرت أنه لما مثلا إيقاع بالجرم المشهود كذلك مثل الرشوة وغيره، لما يلزمون الشرطة أو يلقون القبض عليه، شنو الحكومة اللي أو العقوبة العفو اللي واجهها؟ توصل إلى 7 سنين ابتزاز بالعراق، توصل إلى 7 سنين الحكم، من 3 إلى 7 سنين. وبالتالي دائما اللي هو الظرف المشدد، انت نتيجه انه يحكم بالظرف المشدد معلوم. بس هذه مو رائجه على مواقع التواصل، اجزم لك انه المبتز ما يعرف انه اكو عقوبه مثلا 7 سنوات للشخص اللي يبتز الضحيه. لو مثلا رائجه من قبل الجهات المعنيه ممكن تكون رادع للناس. هذا ممكن يسوي عليه سياسة مثلا مع عقوبة الابتزاز. لا احنا نوجهها حتى نقول له من الممكن الان انت عقوبتك 7 سنوات اذا لزمت. من 3 إلى 7 سنين في حال انه كذا، والسبع سنين هو المشدد، والمعلوم انه دائما مثل هيك احكام تحكم بالمشدد لانه هو يجري عملية مشددة. لكن هنا عليك ان توفر جميع اركان ارتكاب هذه الجريمة. فهذا الشخص اللي تم القاء قبض عليه هو شلون؟ لأنه هو مثلاً وعدته بفلان منطقة بفلان شارع بفلان كذا، وتقول راح أجيب لك الفلوس، فتجي هي تتسلم الفلوس مثلاً، أو هي مثلاً تروح ويا للمكان اللي هو يريده، فيتم إلقاء قبض عليها، فبالتالي بعد ماكو مجال الإنكار، صارت مثل ما يقولون بالجرم المشهود مثل ما يقولون لهن. فهذه مشكلة كبيرة. جانب آخر أيضاً إذا يسمح وقت برنامجك، الذكاء الاصطناعي بالتزييف العميق، اليوم هذا جدا كبير حقيقه. الان الصوت والكتابه كلها تفبرك، والحسابات كذلك يسوونها نفسك الشخص، حتى شاهدنا فيديوهات انه الشخص كذلك يخلونه يتكلم كلمات هو ما قايلها، هو اساسا لا يتحرك حركه هو مسويها. هذا شنو؟ هذا يستخدم بالتزييف العميق اللي طلع. صارت عندنا بالعراق حوادث، قصه هزت العالم، مو بس هزت العراق. التزييف العميق انطلق من خلال مركز اسمه داربا، هذا داربا اللي يسموه عقل البنتاغون. شنو عقل البنتاغون؟ هذا مركز الابحاث الرقميه في وزاره الدفاع الامريكيه. هذا شكو مصيبه اليوم للدرون الكذا، الطائرات المسيره، كل هذه التفاصيل هو اللي اخترعها بالجي بي اس، كل هذه التفاصيل هو اللي اخترع هذا المركز، يستخدم بالبدايه لاغراض عسكريه ومن ثم يذهب الى الجانب التجاري. في 2018 صارت اول عمليه ابتزاز الكتروني بالعراق بالتزييف العميق. كانت هناك مرشحة لانتخابات أكاديمية، وبالتالي تم ابتزازها بشكل بفيديو صور على أنه بشكل فاضح. اللي صار أنه مرات نقول مثلا أنه أكيد أكو سوء حظ، لكن أكو جزء من حسن سوء هذا الحظ إنجاز التعبير، أنه نسبت إلى الإمارات القضية، قالوا أنه هذا الفيديو صار بالإمارات، فنصحوها المستشارين القانونيين أن تذهب إلى الإمارات للنظر بهذه القضية. ليش؟ لأن هناك آليات تستخدم الدليل الرقمي، تشريعات بالجريمة الإلكترونية، فبالتالي تم إرسال هذا المحتوى إلى من دزوه إلى شركة كندية للتحقق الرقمي. حينما تم فحص هذا المحتوى، هناك ما يطلق عليه عدسة الكاميرا، اليوم أي عدسة لدائرة مدارك بها بصمة، اليوم أي عدسة من دائرة مدارك بها بصمة لأغراض أمنية. هذه البصمة من خلالها ممكن أنه مثلا نعرف هذا الفيديو، مثل هذه اللقطة اللي صورت من 3-4-5 كاميرات من عندنا، أعرف من يا كاميرا طلعت من خلال هذه البصمة. اللي صار هنا شنو؟ انه هذا يسموه بالذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو شنو؟ مثلا انه مو يجيب مجموعه محتوى يدمجها، لا يبني لك محتوى خاص جديد وفق ما يطلق عليه باحتمالات الحركه، استاذ علي اذا يريد يتحرك فلان شلون راح يتحرك؟ فراح يبني بناء جديد حينما جرى كشف هذا وتحليل هذه الماده، وجدوا ان البصمه عمياء، شنو؟ لا توجد هناك بصمه الى هذا المحتوى، فبالتالي ايش قالوا؟ قالوا ان هذا المحتوى لم يجري تصويره بعدسه. شوف ومن خلال لم يجري تصويره، فاذا هذا تم انشاء بتقنيه التزييف العميق. فاجى القضاء المحكمه رأس الخيمه الاماراتيه، وطبعا على فكره هذا الكلام نشر بالصحف الاماراتيه موجود، والمحكمه اللي صدرت القرار في 2018 هي هزت العالم الخيمة. اجمع والخليج كله يتحدث بها. كان اللي صار انه هذه الاكاديميه المره جابت القرار، وهي كانت تعرفون هي استاذه جامعيه وكانت معزوله وظيفيا نتيجه هذا، اجت اشتكت للقضاء الاداري، وعلى اساس الحكم اللي اجى من المحكمة رأس الخيمة بالإمارات حصلت قرار قضائي عراقي بإيش؟ بأنه نقض عقل قرار العزل، وبالتالي رجعت المرأة لوظيفتها، لكن أكيد هي تعاني من زين. لو ما
جابت القرار من المحكمة الإماراتية، يعني العراق هنا يصدقون ولا لا؟ احنا اولا ما عندنا هذه مفاهيم التعامل مع شركات التحقق الرقمية، يعني التشريع هذاك التشريع يسمح له لانه تقدم بهذا الاتجاه. انت ما عندك تشريع، انت اساسا الدليل الرقمي اللي يجي بالموبايل اللي لازم تحوله الى منه، الى خبراء فنيين وخبراء كذا، وبالتالي يقدمون تقرير، وبالتالي انهم بكل بساطه تقول انا حسابي مهكر، مو مثلا اجتني رسائل من عندك وجيت وقلت هاي حسابي مهكر وكذا، لكن لو اكو تعاملات تثبت كل شيء، واني مو اني اللي سويت هذا. فبالتالي شو يتم حالات مثلا انه يباعون، يعني مثلا اكو حاله مثلا تصير، مثلا حضرتك قلت انا حسابي مهكر ماشي، وهالاثناء مثلا اكو بعض مثلا المنشورات اللي انشرتها بعد تاريخ التواصل وياي، اكو اصدقاء وياك بالقناه كانوا معلقوا لك على بعض التفاصيل، فيتم استدعاء على انهم شهود. زين هو حسابه كان مهكر، انتم كنتوا تتواصلون وياه، هل مثلا بالفعل كان حسابه مهكر؟ بالتاكيد راح يقولون احنا ما ندري مهكر، بدليل كنا نتواصل وياه على الماسنجر على هذه التفاصيل. هنا ايش راح يصير؟ مو دليل قاطع بس راح يصير ضغط عليك، طيب هذول جماعتك كانوا يعلقوا لك وكانوا كذا، هذا شغل من الخبراء الفنيين اللي يشتغلون، وانا منهم كخبير نشر قضايا، وتقريبا حكمنا حوالي ب 150 دعوه تتعلق بالتشهير، ويعني واخر دعوه اللي بعد بكره ان شاء الله يوم الخميس راح نقدم فيها تقرير ان شاء الله. الله يسلمك دكتور صفد الشمري، شكرا جزيلا لك. شكرا يعني على كل ما قدمته، وحقيقه معلومات وافيه، لكن كلمه اخيره ممكن تنصح بها الناس، شنو من الممكن الناس انه تتابع ابنائها؟ بالتاكيد، لكن انا يعني اجد انه المفروض على الجهات المعنيه بالدوله العراقيه ان تتنبه الى موضوعة التشريع، والى موضوعة ان تكون لديها اتفاقيات اللي هذه بالاساس اللي ممكن تنطلق من خلالها مواجهه كل الجرائم الالكترونيه بالعراق، وليس فقط الابتزاز، يعني حتى الارهاب الالكتروني اليوم ممكن مواجهته بهذه التشريع. ان شاء الله بكل تاكيد من خلال الجهود اللي تبذلها حضرتك واكيد زملائك، وان شاء الله نتقدم خطوه للامام بالابتزاز الالكتروني، لان حقيقه مشكله مجتمع، وان شاء الله يتم تسليط النظر بشكل اكبر. انا بس احب اشكر جهود مجلس القضاء العراقي وجهود وزاره الداخليه وكل الاجهزه الامنيه اللي دا تحاول بالموجود ان تقدم شيء كبير، والحمد لله والشكر معظم حالات اللي تم تعطيلها بموجب هذه الجهود. طيب شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا. نعم اعزائي المشاهدين، يعني مثل ما تحدثنا بالحلقة وسياقها، تحدثنا عن ابتزاز الإلكتروني، قصص ذكرها الدكتور، قصص حقيقة مؤلمة، وكذلك مثل ما نوهت أنه أكو بعض القصص اللي وصلتني قبل هذه الحلقة لما أعلنت ابتزاز الإلكتروني هو متواجد، كثير قصص حقيقة تدمي القلب، لكن علينا نكون أكثر وعي، أكثر حفظ لنفسنا، جهازنا من الممكن ما ننطي بإيد غيرنا، كذلك الصور مو حاجة أنه أحفظ صور خاصة إلي حتى أتجنب من هذا، لأن هواي ناس تريد الضر، هواي ناس تريد من ممكن حسدتك على شغلة معينة وبالتالي تريد تضرك بها. إن شاء الله يبعد عنا وعنكم الضر إن شاء الله، ويبعد عنا أصحاب السوء والناس السوء إن شاء الله. وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في حلقات قادمة، في أمان الله.